فبأي آلاء ربكما تكذبان. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء. أيها الإخوة الأحبة، إنكم تعرفون أنه لسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل كبير على الناس، لأنهم كانوا في القرن السادس للميلاد على شفا جرف هار يأكلون الميتة ويئدون البنات ويعبدون الأصنام ويسجدون لها، وكانت الدنيا في ظلام، وكان الناس كلهم وجلهم في ضلال وسفاه، فنبينا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى الحق وسبيل الخير، ويحذرهم من النار. والحق لا نستطيع الثناء والشكر مهما نثني عليه في مجالسنا ومحافلنا. فأدعو الصديق أعطاه الله صوتا مهجيا وله لسان معسول، إذا سمعتم له ترنوا إليه أعينكم وتفرح قلوبكم، وهو الأخ شعيب أحمد الطالب في الصف الثاني، فليتفضل على المنصة مشكورا. أسوب حب العام طالعته والليل دجى من فافرته، الله 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 الإسرائيل